مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج امور جميله. مش تعملوا لحيه ولا شو؟ لا. خوله سليماني، كريم الغربي، فوفو بن قبرة، وسيم ميغالو، صادق حلواس، بيا الزردي، بسام الحمراوي. مرحبا 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 مرحبا. دايم ربي دايم ربي، ان شاء الله رمضان مازالت الوقت جمعه وشويه، كل عام وانتم حيم بخير. احلى جمهور، نحب تصفيقه كبيره على رواحكم وسعداء واستقبال. ما هو شفناها في ذا فويس، مش تحكينا عن تجربتها في ذا فويس. الياس مبروك ليس مبروك، قولوا المبروك ليس يسخل بالنسبة لك. باش تنقلب لي أمر كبيرك فيك. بس يبان لي أمر. كاو ممكن نقلب رمضان باش نتوب. نمسطوا. اسمع زين. أنا سيد هذا يا أنا يا هو. لا سينا برشا اسمع، عم بيرابور الإدارة وارتاح عنده عليه هذه كل مرة تعدل فيه. كورا ما خطفش معاه، جانا بالكيسان، تنظروا فيه بالكيسان. بالكيسان. خليها الحلقة الجاية، ولكن الحلقة هذه باش نمشيو لطريقة الوخز بالإبر. تريت؟ شنو هو؟ الوخز بالإبر. الوخز بالإبر. إيش فهم؟ يلا. الوخز بالإبر. خلينا نستقبلوا الدكتورة إكرام مهيري، مرحبا دكتورة. عسلامة دكتورة. نحو لك دكتورة. دكتورة مرحبا بيك. اقعد ساعة نوتر نحبك. لحظة. الوخز بالإبر راهو حاجة ساعة. أعطيني اختصاصك دكتورة. هو أنا طب عام، ولكن عندي كفاءات، عندي كفاءة في الهوميوباتي اللي هو الطب المثلي بالعربي. وفي الأكوبونكتور، أي نعرف الكلمة نفسها يعاودوها. الهوميوباتي وشنو الأخرى؟ الأكوبونكتور اللي هي الوخز بالإبر الصينية. لك؟ أكوبونكتور. هذوك ما عملوهم مدام. لك 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 شنو نعملوا؟ هو قبلوا حناكو تعرف. الوخز بالإبر الصينية اللي هي كفاءة زادة. وتتقرب فاكولتي دي ميتين بطبيعه، هو عامين وفوقها ميموار وبيان سور ستاج وكل، دونك من غير ما تخاف. فوق ميموار هو حالته، انتم تقولوا لي حالته مختره، احنا مقلقين ساعه. حالته ماستر مش يلا. انا نعتقد نقرا انا بهل تعلم انت اضرب الوقت بالامار. شنو شنو معناتها مش حاطه؟ ما تخافش يا ربزي، ما تخافش. وين تحب؟ في وجهه، وجهه في يده، وين تحبوا؟ وين تحبوا؟ رمزي ما تحكيش، دور ما تحكيش سيتو بلي رمزي، ترجع ساعة تلتزم. في وجهه في عينه، وين تحب؟ هو باش يبدا يقرا في لا لا مش يقرا جبنة، باش يتشلل. هاي رمزي. لحظة باش خبزة مر. باش نعمل لك جست توا هذايا باش نرخفك شوية. عرفتك كلها. ستريسي، أنت توا مفجوع هكا ومرعوب شوية ترخف روحك، نحطوا كيلكو زيكوي باش تترخف تزيد تنحي ستريس. هل تعلم انه في بعض المنازل في تونس يطبخون الاكل في الكوجينه وليس في الكومشينه؟ يستحق عليه برتينا. لا لا اي اي هذا غلطتوا المراه. بلا لحظه خليني نعلق فيها سوريتي هذيك. لا اي 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 اشني هذه؟ لا لا عاد لا لا عاد نوفل لا عاد. هل تعلم انه في تونس فقط؟ اي اي هل تعلم انه في قانون الدراسه في تونس بمجرد ان تكتب كلمه دوله تصبح بالضروره كاتب دوله؟ اسمع كعبه من خشم من هنا خرجين من هنا. ليه كيكا ليه؟ خذوك يغسل وجهه يبطبخ معناها منقوب كيما الشمبري. ما تكبسش وضنه هناك. لا 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 امان امان لا 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 مش بالبراهي هذه. كمل هل تعلم يا ولدي؟ احنا كيكا نعملوا في العظامير. ما كيكا حنطوم دوكي. اسمع ارخف روحك. توجع في جبيني توجع. ارخف روحك ارخف روحك ارخف روحك. نوفل في جبيني توجع. داوي فيك احنا عند ربنا مش تدفع كونسلتاسيون. تعملت منها انا ما توجعش. لا 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 امان امان ما توجعش. هذوما هذوما اسونسيلمون ريلاكساسيون. انا توا لهنا ريلاكسي على الاخر. فما المرحله نتاع تنزل عليهم. ما تنزل هذه خلوا تنزل. دكتوره دكتوره اكرام المهيري، شنو الفائده نتاع هذه؟ واحكي لنا على العلم هذا. موجود موجود شكون في تونس يجي يداوي بالحكايه هذه؟ موجود بالطبيعه موجود، هو قديم راهو موجود. شناوا جاي وعملوا في جندوبه مركز، من بعد تالي بقاو شويه تبدلت. عندنا سنتر في عندنا ان سيرفيس كامل داكوبونكتور في المونجي سليم في المرسى، وشادين ولي شينوا، ويخدم برشا مع الروماتولوجي اسونسيلمون. المعروف في تونس انه يقول لك ينحي الوجايع ويداوي
يداوي الظهر يداوي الركيب يداوي الروماتيزم. ولكن انا جاي لا شانس اني نمشي نعمل تربص على شهرين في الصين يداوي به كل شيء يعني جدي بيان كل شيء كل شيء يا سينوزيت لاليرجي الازم الكونستيباسيون كرونيك لي ميغرين لو سوفراج تباجيك كل شيء. شنو السر دكتور علاش معناتها شنو اللي هو دخلهم شو اثروا على شنو معناتها هو عندهم هما ستون كلها انرجي وكل انرجي تسو ديزيكيليبر يخلف امراض يخلف حاجات دونك الكل نخدموا على دي بوان بارتيكولير بالطبيعه هما الغي كيليبر البدن ويخليوه يرجع يخدم عادي البدن هو كل خريطه عندها لي بوان تاعها سنترون دي كانو دي انرجي تعديو في البدن اللي هما يقولوا لهم دي ميريدي وفما 14 واحد ان فيت 12 ميريديان بلس دو زوتر هما كلهم دي بوان ونحفظوهم بيان سور بالكعبه وكل بوان عنده الليفي نتاعو والباهي انه توا العلم تبع خاطر كانت قبل بجست بالتجربه هاني دقيتهوني ظهر لي هوني توا العلم مش في بلاصتها وكذا توا بالعلم الدكتوره دونك حطيت في بلايص معينه بلايص معينه سي دي ميريديان معروفين اي دي بوان كل بوان عندها اسمها وبعد الوقت اسكو الراحه اللي تجيك مؤقته ولا بيرمانون فما حاجات مؤقته فما حاجات يلزمها بوكو دو سيونس فما انت والحاجات مثلا عنزه على غير هذا تجي عند واحد تنجم تكون ابره واحده تنجم ترها عنزه تعلم فما هو الدق بس ساعات توجع شويه فما اللي يقول لك اح ميك هاو يعني توا هو نتخيل بالفجعه خاطر هو الى يوسفي على بيبي هو هو تشوكا قال لي توا مع شوشو اما كان نعملهم هكا ما بيناتنا هو يخدموها هكا الديناميز اللي استنى ما تخافش اما هما الديناميز معناها احنا يدوروها باش توجع معناها هو 14 يحكيوا على ان ان شي يقولوا له هو الانرجي كلها نتاع البدن اللي هو يقول لها تشي ويلوجوها الى شيرش باش فوالا وقت اللي توجع تنفع وقت اللي توجع وتجي في بقعتها بالمجد هو يحس حاجات بس ساعات انا ندق في الساق واحد يقول لي حسيتها في راسي دونك اي سي تو تان طوالي طوالي راسي ساقين ليه دونك عندهم زاد حتى ساقين نوفل عندنا نقول لك بارتي من الساق عندها قاري انت يا كبتة كنتيغة بالحق والله دكتورة فما فما لا ريفلكسولوجي عندها حاجة معناتها تنس حاجة تفرهد الكتف تمس حاجة تفرهد الراس الفازة اللي تمشي الحوت وياكلك الحوت محلاه هذيك اي اي ستيمول البدن الكل دكتورة يعطيك الصحة دكتور كرام المهيري نحية مي فرصة سي بون طلع حيهم برا فرصة كي خذينا فكرة على الاختصاص هذا يعطيك الصحة لا 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 التنحية مش صعيبة ياسر مش اي اما بشوية لا لا ميغال لا 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 ما تعيطوش 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 لا ما نحبش نرجع ليه ترجع ليه مدى دكتورة خويا تعطينا كعبة ايش هرب فيش كريم عنده جيعة ايش ضربة وين قايم في بالي باش نحيله لا لا ضربة برك ضربة برك ضربة برك وين الجيعة شنو جيعتك كريم؟ أبر انه تونس تعاني وكذا شنو جيعتك؟ انا ما جيب لي الخريطة ندقها بالرسمي ساعات معناها نحس في وجيعة في ظهري فهمت مش برشا في الظهر لازم يدق الظهر في الظهر لازم يدق الظهر في راسي هو ظهري في راسي نجربوا في راسي ونجربوا يا باتي انا في بلاصه ما توجع ما توجع كل الو وين تحبها في وجهك هنا ولا هوني هاتها هوني ها لا دكتورة سينوزيت ولا وين هذاك هاي محلى والله جد دوغ هاي خذها كريم والله دكتورة يعطيك الصحة يعيشك تحية كبيرة للدكتورة إكرام المهيري بارك الله فيك يعيشك يعيشك هاي خويا شو نحيهم من برا نحيهم من برا ميرسي بوكو دكتورة إكرام المهيري نمشي وتوا نشوفوا احنا هكا عسلامة ومرحبا بكم في احنا هكا موضوع جمع هذه باش يكون ردة فعل المرأة التونسية وقت يكلمها الرجل ويقول لها عندي سيمينار في الحمامات باش نمشي انا وصحابي جاتني كلمني البطرة تو عندي 4 ايام خدمة في الحمامات سيمينار ليه ما تمشي سهلة
شنية ما نمشيش خدمة هذه شنية ما نمشيش ليه وين انت وين انا هكا تنزل اسمعني اسمعني نمشي بحدا امك وقرب عيام لين نروحني نمشي معاك سي نمشي معاك باش نمشي عندي 4 ايام سيمينير مع ولاد صحابي في الحمامات لا حبي ما فيهاش بنات لا لا مش سيمينير 4 ايام من الحمامات راني عليه سيقي سيقي برا مشي روح على غالب خدمة هذية تو بعد 4 ايام نرجع نكلمك مش مشي جمعة حمامات سيمينير فهمتني؟ تأكد ما هو سيمينير؟ هاي عجبتني الحكاية تابعة الخدمة شنو هي مش عجبتك؟ بنتي تو تعرف شنو عملت يا بنتي عارفة ما يحبش فيك؟ أني ماشي سيمينير في الحمامات ألو حضر دبشك كنت طعم شو لبعضنا للسيمينير دبشك متعايش يا بنتي مش مشي وحدي وحدي تروح 4 أيام طعم 5 أيام تجي ما تلقانيش في الدار مش نعادي جمعة في سيمينير في حمامات وبعد نجي كنت ساعدك ماشي وحدك ليه ليه بابا خاي بيت أنا نسيخ ما تخافيش فماش راه نسيخ كلها رجال ليه ليه بابا خاي هاو قال لي باش نمشي السيمينير 4 ايام هكاك جمعة مع محمامات خدمة؟ هاي وقتها جيت الخدمة هذه هاو ما تو لبيس انتي شنين انا سيمينير متاعك فاش تحكي هاو ما قالوا لي سيمينير بيه ايجا ايجا تنحكي بيش عندي السيمينير في الخدمة بقيت 4 ايام حاجة هكا 5 ايام في الحمامات يزي عاد يزي تو انا نحكي هكا تو هكا تو ما عليه بس دخلني في دارنا ليام ندخل 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 ليام ولدي الغالي اهلا بالغالي يا اهلا ليام ندخل خلقتني ادخل اطفى عليك يام ندخل ادخل عالسلامة عالسلامة تطق ارتيح يام ارتيح اوه بنيتي اوه غريب الشيابة تالوليط والله يقني كما سيفون وخرج يتوى كل المسوى الحركة ساكن في المعمورة إن شاء الله ربي يخلص وحلك يخلص وروح على الولدي بكا مين يا ربي مين تعرف تتا والله توحشتك على الأخر خريت بلاستك بابا 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 لها الدرجة تحبني يا شنية تحبك تبارك الله حطنت يامك تجيب حذين للدرجة زوز فروشيت ركدوك عليهم ضحكتني على الأقل أنا منفوخة ناتوريل رباني مش كيما عباد منفوخين كاكو كان يخرجوا في القايلة تو يطرشكوا خليني سيك تو برا سيمون شيغي تمشي طيب للعجل يتفهمنا عليه قبيلة نحبها محرحرة كيما قلت لي الله 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 ولدي صالح واللي اسمه سيمون وكان نحيتك لو شيم انت ومشيت عملت ايروبيك خير ما اللي قال له سيمون نخلط على ولدي الكوجينا اي برا برا تتخيل منين نعرف عليه عجه كيف ظهري ظهري اش بيك اش بيك اش بيك اش بيك نعرف انا قلت لي طيب لي عجه مش طيب لي نسيك يا مرايتك اتوكل في زوز من الناس اش بيك زوز زوز يا ولدي ظني عندها نقر ريفي في كرشها انت اش بيك داخل بعضك تو ما نعرفش الطيب العجه ما تعرفش الطيب العجه ها وعندي ليك انا الحل شوف يا عش ولدي تاخذ شكشوكة ستيكاب تحطها في القلاية وبعد تفقس عظمتين عظمتين مش ثلاثة مش ثلاثة عظمتين وبعد تاخذ روس ستيكاب محارة حركاك بنينة تو تشوف تجيك عجة تاكل صوابعك وراه داكوردو أي 5 دقائق على نار هادية واخلط عليا برا يوم برا يوم شلقيش ملا ولدي سيمون طيب في الشكشوكة جيت تاتا جيت جيت بنيتي هاو تو قريب ياخذ ولدي سيمون بالعجة هاو شيء الغالي وي وي حب ما كنت حبي عج هيك عج شوفك العجة مفوحة تقول زيدها البروتيين يا روحي ذوقي العجة ذوقي العجة عايشك يا شيخي شيري هاي ذوق وشوف البنة ياسر بنينة يا شيخي العجة اسمع ما تنجمش تكون انت طيبتها امبوسيبل حب نعطيك من الاخر سر الكل فين في الشكشوكة تاع ستيكاب
كما قالوا ناس بكري كان جات استيكات في دويرتها راهو باين عليها من ماكلتها. ستيكاب تبان من ماكلتنا وكلم عائلتنا. ستيكاب شركة تونسية للصناعات الغذائية بالوطن القبلي من عام 74. ستيكاب قاعدة تقدم من العام العام وبفضل الخبرات اللي عندها منتوجاتها رائدة في تونس وخارج تونس. وستيكاب قرأت حساب الناس الكل في المالح والحلو وعندها أكثر من 20 وعندها أكثر من 20 برودوي. ستيكاب تبنى ماكلتنا وتلم عائلتنا. أو محليها يسر بنينا. بعد شوية في علمني سيلياس أنت وميغال وعندي لكم تعليمة هايلة برشا. باه وشكون يحب يتبرع؟ اللي هي نحب نعلمكم اليوم ترويض الحلوشة. أنا شكون؟ نعرف. ولكن قبل نلعبوا مع بسام الحمراوي هو ولا لا لا. حط زيت القليان في ماشينة لافي في بلاصة السوبلين، بسام ولا لا حسب رايكم؟ بسام. زيت القليان؟ هو. أظن كثر لها من زيت القليان. ما عاد يجي. لا مستحيل. إيه ما تصوروش عملها. إيه ذكي برشا بسام يعمل. يموت الغلط هذا. ما يخصش أصلا. ما عندهاش علاقة بالذكاء، هو يعملها. يعملها. مسهولة مش كيما فايق في الدار. إيه بيان سور على الآخر. يعملها. لا يعمل تو حد زيت قليل في راسه تو مش عارف هو مش قليل لا تاع بريك زيت بريك قالوا قالت له حط زيت قليل في راسه خاوله ولات تجلط جاوبك جا اعطاه الوقت مش مازال اخر سيزون هذه اخر سيزون بجد انت كسرت الحلقه اللي خلاني نعطوه تريح صارت بالحق لا 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 بدون اللي قالت لي هكا فما البيدون الاصفر انا وين نعرف لا لا قالت لي صب طرف من البيدون الاصفر هزيت البيدون الاصفر وحتى يطلع زيت شنو نعمل له هذا كاو طابو الحوايج يلا طابو تقليو منو مريو خلع خرج مقلي مقرمش كل بريكا شكون يحب العقوبه تربيه الحنوشه خاولة انا ليش خاطرك تتجلط يحكي وهو راكب مش الرسمي اي جنب جنبي خاولي جنب جنبي لا لا اختار الجمعه اللي فاتت قلت الجمعه الجمعه الثانيه اي سنه فاتت الكلاب لا لا اختار يحكي وهو راكب حسب رايك بسام هو ولا لا يحكي هو هو على الاخر ديما يحكي هو راكب باش نسال ما يحكيش وفايق يحكي وهو راكب هل اللي يحكي وهو راكب يكشف اسرار نتاع اش صار له في النهار يحكي على روحه نجم اي نجم انا عندي شكون في عائلتي مش لازم نقول شكون بلاش بضايع بالحق تحكي كل شيء لحظة يرقد لازم يعنق حاجة مرة ما لقاش مخدة نحى كلاسته وعنقها هو هاي هاي ايه انا بديش شو نكزاجير كان بصحب كولون شكلها استعادة ايه مات الفاك بصحب كولون كولون مشبك نذكره قديش من مرة يشدوه كولون مشبك فهمت بالحق فكولو فيه بالسيف صدق متأكد منها بالحق فتحية ما هو في السيف نمشي وحدية للدار فهمت نتلموا شلة مرة كنت معلق طاولة امشي مش للدرجة ذيك عاد يحبك لا لا يحبك هيك كولونيت بص في كلاسي الاولاد انتم تحبوها خالص اما تو اما تو مش سحق المخدد مش سحق تو عاد بسم الله ما شاء الله منور المهم المهم ركبتك تخلي الباب محلول كيما قالوا لا لا عامل اربع بلاجات وبلوكيز المهم كله بما يرضي الله بما يرضي الله بسمع نحبوا خاوله ولا لا 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 كل واحد لا 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 قول لا لحظه كل واحد خاطر لا 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 تنجيب بلاصتك احنا انطلق من الفرحه من فرحة انطلقنا من رياليتي انه نلعبوا رياليتي الى لقيناها معناتها البرامج كل يعملوا في العاب عاديه طيب حبينا شو مرة ما يتقبلوش لحظة حبينا نعملوا حاجات فيهم خطر نعم معناتها نقولوا مثلا اذا خاوله لسعتها لفعه في المباشر وماتت نعملوا الباس شنو؟ نعملوا الباس فما غيظ معناتها لفعه تلسانية لحظة ايه لحظة لحظة لفعه تموت مش انت هذه لفعه سبعة روس منهم كوبرا معناتها كوبرا هاي لا 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 نستقبل سي كمال اي درسي ما تخافش هي قريه تبع قريه تبع يلا سي كمال الشباب عندها سي كمال سي كمال مرحبا 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 سي
كمال مرحبا بيك، تفضل دار دارك. يلا سي كمال، انا باش نخلي لك خوله باش تعلمها تروض الافاعي. ساعه شنو شنو نوعيه الافاعي اللي هنا؟ تو هذه الكبرى بفطيره. الكبرى بفطيره؟ ماش بفطيره، ماش بفطيره. هذه ياسر بالعربي بفطيره، بالفرنسي كبرى. هذيك نتاع الافلام يقتل هذا. هذه رويال. أي مسالش فما ريسك تموت، أما واحد بالمئة ما تعمل شيء، ما تعمل شيء، تقتل برك، تقتل برك. امشي سي كمال اقرب خولي. بخافيش بخافيش، لا بديش، ما خفتش من بلال. ليه المعلم هذا؟ ما فيش شيء، ما تخافش. ليه نخاف يا ولدي؟ وما كاينش شيء يطلع مسموم هو. يا دي يخزرني السيد. لا لي انا يخزر لي انا. الله يخزر. يحبك على الريح ولا يحبك؟ يا نفع. دمي مسخ، دمي مسخ بعديني. شنو اللي خرجته هذاك؟ خرجت سم. سم. اه ياسمين نارك يا حاج. ياسمين اسمع. قصدك باش تحل في فمها. ليه ليه ولا ما تفدلكش راه ورد بالك؟ ليه ما تفدلكش؟ يعني قالوا رد بالك. ما تنرفزهاش ما تنرفزهاش. ما تنرفزهاش نحكي لها نكته مالها. تشي يا مخزر كيفاش تعمل؟ يحك لها في ظهرها. ما تخافش. ايش والله خفت منك انت يا مخزر. ايش ايش سيدي كبرى هذه شكون هذه؟ يا دي كبرى خدمة. يا معلم يرحم والدين والديك. خويا طلتك عزيزة. شفتك حل فمها. عد طل صاحبي، عد طل، عد طل ديما طل. طلتك عزيزة وغالية صاحبي. يلعب بالفيع الزايد. شو كيفاش تحل في فمها؟ يا دي صبرني. يوم باش تقتلوا السيد يلعب. يا دي بعدها تضربك. وليت خايف عليه هو. هاي دارت اللي الغادي. اسمع بوسها اللي قال بوس. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظه خلينا لا بطل ركبه نص هيك تبعني تبعك بابا بس كبرك ميقالو ما تفدلكش. ها ايش ينفدلكش؟ هاني عبالي دورك يا رجنب. ايجا منا ايجا منا دورك يا رجنب. بسم الله يا رب. هي مش ناوي اللي عطيته لك. اللهم لك. ميقالو ما تعملش كده. اسكت خليني نخدم خدمتي. اسمع كلامي. يلا بك. كي توخر معنا باش تضرب. خليني هيك هيك. هكا وخر شويه. قرب شويه. زيد قرب. خاول اقرب خاول. هكا وخر شويه. ما تخافش انا بجنبك. ميقالو امان. اسكت. يا ميقالو بعد لا تبع فيا سيبوها عرفتني الحبيب في بعد ميقالو يا ميقالو تنقز على وجهك هكا وخر هكا وخر ما تغشش فيه ريتك تكبست نعرف الوقت الفيع يعني خزرت لي شنو ما تخافش لا 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 اخسر ولا تمرح لك برافو ميقالو والله كنت تخاف شو ما تخاف شو ما تخاف عندها ريفليكس راهي عارف ما تخافش ما تخافش نجم تكذب انا تكذب نجم نجم انا الفاعة موجودة خلي هزها معكم هزها يرحم والديك رقدها رقدها عفسل على راسك تصفيق على سي كمال والله جي مرقة بطاطا جي مرقة بطاطا بجلبانة ذي تصفيقة كبيرة على سي كمال شباتي سي كمال جيتنا من توزرة نعم عايش معاهم هذوما عايش معاهم الصغرى بعد قد ايه عمرها تو هذي؟ هذي عمرها 3 سنين ونص 3 سنين ونص قديش قعدت تربي فيها؟ عندها 3 سنين ربي فيها 3 سنين تربي فيها معناتها
هي ما تتربيش، هم انت تفهم لي ريفلكس بتاعها. علاش يقول لك مروض؟ يلزم تروضها، خاطر هما ما يتربوش، لي ريبتيل الكل. السيربون الكل اللي يقول لك ما يتربش. لازم تعرف كيفاش تمسها، كيفاش تعرف كيفاش تمسها وما تخافش منها. هاو هاو السيربون. وهي تحس بيك اللي هي ما تخافش منها. ما تتوكل نقزت على ميكان. كنت نجمت. نقزت وضربها. كنت تقتل. عادي. تقتلوني عادي. خاطر ما فمها مش مسدود وبالله بالحا. يسلك تو. ليه وانت تقول لي خوله قتل ميكان وبعد. لا خاطر ميغال ويسفس فيه. ما خدمش على ميغال ولا هي ما بعت لي. لا عاود ما يبعت. فما فما عباد سم هذيك عليه؟ ما نحولهاش خاطر السم تنحي لها تتعب وترجع السم. خرجت شوية. فهمت خرج السم وترجع. قلت لك السم هي خرجت السم ديجا. السم كالساليف راه ما يتنحاش على طول. ما يتنحاش. لو جايبين انا في المجلس. شو ما يتنحاش؟ انا والله فادك فرقة معاها في بالي ما عنديش. لا فيها يعطيك الصحة. إيه ما إذا كان لضغط وتنجم من ناحية السم نجم نجم على عروبي تعطيه ضربتين. أي جوست تعب هذا ماكسيموم قصوله يد أقل حاجة أقل حاجة الحمد لله يا ربي الأولاد من هنا فصاعدا الحصة باش تولي هكا خرجت الحصة باش تولي هكا واللي مش باش يسمع الكلام لا فعل ليه باهي بيا وحدة ما عادش مسيطر عليكم. شيء ما عادش تعاوني. غلبوك بيا لازم تجيب لهم لفعة. بيا يعطيك الصحة سي كمال. الله يخليك. اش تعمل؟ سي كمال يعطيك الصحة بتشوفك ليكيت. الباك يا لولا غسرة ما تتنسيش بعد نفهموا اللي راحت صغارنا تبدا مع ليلا كونفور ماكس اكتيف باختيارك للكوش ولهوتك انتي تتهنى علي ليلا رقم واحد لأقسام الولادات في تونس. أوكي ما عودناكم نرجعوا لكم اليوم بموضوع مهم برشا، موضوع يهم لي جون بارون الكل. البارون الأم والبو، هو قريبة للأم الحكاية تاع الصغار، ولكن حتى البو توا في العائلة المودرن ولا يتدخل. ما فما حتى حد يحب يقصر في تربية صغاره، أما ساعات تصعب برشا ولا وشيء يكثر على الأولياء. كالعادة ليلى ترجع لكم بجديد في روبريك ليلى كونفور ماكس أكتيف. كون نهار ثلاثة كون نهار سبت في أمور جدية ولاباس وتودكم بنصيحة تسهل عليكم التعامل مع صغاركم. أيا يا جماعة نشوفوا الخبرة. لياس قد عمرك؟ 20 20 سنة، دونك عندك فكرة على تربية الصغار. ما عنديش فكرة أما تو تو نحل تو نحل عليك. في بالك أن عمري الدوبل نتاع عمرك؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. باهي قداش من مرة يا جماعة سؤال اليوم لازم نعملوا بانو للبيبي كل يوم ثلاثة مرات في الجمعة ولا مرة في الجمعة بلال؟ مرة في الجمعة. مرة في الجمعة. شنو قداش من مرة في الجمعة نعملوا بانو للبيبي؟ قداش مرة في الجمعة؟ أي. سبع مرات في الجمعة. في الجمعة. علاه حط جرمانة حط منفخ باش ترد. بس لا انا ما ندوشلوش خاف لا ياكل بنطاط. انا عندي فكره. خليه شيمك فيه ولدي وجاي. ما ندوشلوش خليه. ما نسواليش مربوطه بالمرات، مرتبطه بال بعدد المرات اللي مربوطه بالحاله نتاعو. بدل فيها مكوش. هو العمله اللي عملها. هو العمله اللي عملها. لا شنو باش يدوش كل. ليه باش يدوش كل ما انت والحاله نتاعو ستو. انا اقسم بالله مرتي ثلاثه مرات في النهار تدوش لها. هذه فات اللوبي هذه ماش خمس منفخ. عندكم بنيه ولا جرمانه؟ ما فهمتش هكاك كيف ندخل اش تعمل دوشه دوشه دوشه. عندك كرسي تحطوا لها في البان وتبني غادي. نقاشات بين الكوبل فوزي حسب رايك. السيف نوع وفاش تنوع؟ فوالا مثلا كريم نتخيل في الجمعه ثلاثه مرات مستحبين باهيين أربع مرات باهين أربع مرات أي. أربع مرات أما كي يعرق لازمك تدوش. أنا قبل كنت سبع مرات في النهار. بديت النقص بشوي بشوي تو ناحيه الصنعه الجديده. شنو ناحيه؟ ولا مره بلا. احنا قبل كنا ندوشوا نهار لحد العشيه ومعها طريحه هذيك. كمل التكويره. قبل ديما انا. مره في الجمعه قبل. كان غير دوش وحده. شنو تمشي وتنقص؟ تمشي وتنقص خاطر قبل صغير مش كيما كبير. دوش مره في النهار. العام. توا مره في العام ندوش.
مي خاول انت قديش حسب رايك؟ ثلاثة مرات يلا خلينا نشوف ما يظهرش عليك خاولة خلينا نشوف الجواب الصحيح من عند نوتر مامو اكسبيرت ما فماش جواب صحيح وجواب غلط صغار الكل مختلفين وكل ام تولي تفهم صغيرها انت والطقس شتا ولا صيف وانت وصحة صغيرك الراحة تبدا مع ليلا كونفور ماكس اكتيف وما تكمل كان بلهوة الام أذواقهم مختلفين أما الأمهات متفاهمين اللي راح صغارنا تبدأ مع ليلا كونفور ماكس أكتيف باختيارك للكوش ولهوتك أنتي تتعنى عليه ليلا اختيار أغلبية الأمهات في تونس كما شفتوا ما فماش جواب صحيح وجواب غلط خاطر صغار الكل مختلفين وكل أم تفهم حتى أصغير. الجمعة اللي فاتت قالوا لنا لا جواب غلط قالوا فاصل المرفق وواحدة تحت 30 درجة و28 معناتها جوست مو ما فماش حاجة قارة فما حاجة برك اللي هي الراحة تبدأ مع ليلا كونفور ماكس أكتيف وما تكمل كان بلهوة هذه الحاجة الثابتة دونك هذاك علاش أغلبية الأمهات اختاروا ليلا حتى الآباء يختاروا الصغير كما يحبش يرقد راهو مش مرتاح وكلنا متفاهمين اللي راح تصغرنا تبدا مع ليلا كونفور ماكس اكتيف باختيارك للكوش ولهوتك انت تتهنى عليه ليلا مصوح به من قبل اطباء الاطفال في تونس طب كانت هذه فقره ليلا كونفور ماكس اكتيف امور جديه على الساريه في سويسرا امور جديه كريم الغربي كريم الغربي بسام الحمراوي بسام الحمراوي قول جدية أحلى سهرية أحلى تحية برامج أمور جدية يا أمور جدية أي 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 معك تحلى سهرية أي 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 أحلى قناة تونسية أمور جدية جدية تحلى سهرية مع عمي نوف البنك جدية تحلى سهرية واحنا من بيسا إيلين من فينيسيا تحب تقولكم راني نحبكم برشا ونتابع فيكم كل نهار تليس برافو مول جدية زادة إذا عمرك أقل من 12 سنة انزل بلاي وبعثنا على 58-080 نمشي وتول ارتجل البرنامج هل أنت قادر إنك تقعد نص دقيقة تحكي على برنامج وما تعرفش العنوان متاعه ونبدأوها بميغالو ولا يجح ذايا ميغالو يلا
والآن نمر إلى البرنامج المباشر مع سهرياتوس بدريت مع ميغالو. تفضل. مرحبا ميغالو. مش بالكونه تلفزه ندخل ما نجيبوا لك اللفعه. يلا مرحبا بكم. مرحبا بكم في برنامجكم المفضل، برنامجكم سهريات وسبدريات. اليوم معنا سبدري حاضر بحضنا. اليوم سبدري يشعل بالضوء جناه اول مره تكون حاضر معنا. كذلك سبدري اخر روديا قاعد هناك كما قاعدين تراو. روديا شنو الاشكال نتاعها؟ والله طحت بسبدري بلاش خيوط عندي تو اسبوع انا وياه عندنا مده داخلين بعضنا. كذلك في نفس الاطار هذايا بدنا نحكيو على السهريات. اليوم شنو نصروا في بواطه هايله؟ شنو ندخلوا نصروا في وسط سبدري اليوم؟ صحيح فما برشا ريحة، أما السهرية باش تكون لا ما عجبنيش الطاقة، نحب طوم تاع برنامج أقوى وتشيخ أكثر. يلا اقف هنا نمشيو البرنامج مع ميغالو. برنامج إشاعة ودلاعة، تفضل. مرحبا بكم في برنامجكم اللي تحبوه ياسر، برنامج إشاعة ودلاعة. إشاعة ودلاعة. ضيفنا اليوم مادام نحكيو على الدلاعة صادق حلو ياسر. مرحبا ياسر. مرحبا ياسر. لو كان تحكي لنا أخ صادق شنو هي الإشكالية نتاعك؟ علاش عيطوا لك دلاعة في الحومة؟ الو الو مشكلة فتاة عندنا مشكلة ريزو. مش مشكلة، نمشيو لومضة إشهارية ثم نعود ونذكركم بالبرنامج إشاعة ودلاعة. أنتم اللي اخترتوه والبرنامج هذا بالموس إشاعة ودلاعة. برافو ميغالو، برافو برافو. صدق كي جاني يلا صادق عندك 30 سكوند ما يلزمكش تقف وتقدم البرنامج هذا. يلا برنامج إشاعة وبطيخة. برنامج قحاف لا يخاف مع صادق حلوس. مرحبا بكم في برنامجنا، برنامجنا قحاف لا يخاف مع القحاف الكبير ميغالو. استاذ ميغالو هات سيجارو. استاذ ميغالو لو كان تعطينا بركة على تجربتك في التقحيف، من وقتاش بدات وعلى شكون ورثتها؟ عزيزي الدخان هكاك، احنا في رخصة مفكوكة وديما الدخان في الكهرباء. إذا البرنامج قحاف لا يخاف. برافو صدوك، برافو. فات 30 سكوند ديجا خاولة. ثمانية. استنى ساعة قبل ما نبدا نبداو متفاهمين، فما عندي بونيسيون كان سافا با ولا لا؟ لا ما فماش بونيسيون. يلا والآن مع برنامج خاولة سليماني. دبلوم الحقيقة مع خاولة، تفضل. خليقة. أنا ما نتابعوش برنامج هذا. على السلامة، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا اللي تعودنا عليه كل نهار أربعة، دبلوم الحقيقة. كل نهار أربعة مينوي كار، دبلوم الحقيقة. كما تعودنا ديما باش نحكيو على الحقيقة و باش نعطيو دبلوم لأكثر واحد يقولنا على الحقيقة. رجعنا تونس. كل عاده تفشل، كل عاده تفشل. كاتب فوزي، فوزي لاخو مستحيل. يلا سوق انعاجك مع فوزي بن قهوه. عسلامة. البرنامج نتاعكم اللي تعودتوا به سوق انعاجك، علاش ما كومش تخلصوا في الفاتورات نتاعكم وما كومش قاعدين تخلصوا في البلايص اللي تحطوا فيهم شلايككم وانعاجكم؟ خاطر غالي، غالي الدنيا غاليه. من فضلك عايشك اسكت خلينا نسمع. لا 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 عايش. البرنامج نتاعك، البرنامج نتاعكم اللي حبيتوه هو برنامج سوق نعاشكم. وقتاش باش يوليو عندكم علاش وتحطوهم في بقايا، في بقايا النعاش؟ النعاش نتاعكم قاعدين يسبونا في اذى الكباش نتاعنا، الكباش نتاعنا قدموا شكايات وهما والبقر بالنعاش نتاعكم. فعلى الراغبين في شراء النعاش ما تغلبنيش. كريم يجي، كريم يجي. البرنامج الذي سيكسر كل المقاييس مع كريم الغربي. برنامج بنية صحيحة، تفضل. جو كذا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في برنامج بنية صحيحة. كما تعرفون أيها المشاهدون أقوى واحد عنده بنية صحيحة في تونس هو كريم الغربي. ونظرا لأن كريم الغربي نعم نعم شكرا كان هذا اتصال. إذا برنامج بنية صحيحة نتحدث فيه عن كل حد عنده بنية صحيحة وكل حد بنيته، بنية هذا على رأس هذا. تصفيق على كريم الغربي ونمشيو ستة. يلا برنامج بايا زردي ظفري يوجع فيا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد، البرنامج اللي حتم الرقم القياسي في المشاهدة. ظفري يوجع فيا، كل واحد فيكم يحس بأقل
أقل أقل وجع في ظفر حتى صبو صغير. أنت ظفرك الكل مشيت أنت. نعم البرنامج أطلب. أطلب. اللي ظفره يوجع فيه. اللي يحس بأقل وجع في ظفره يطلبنا أحد. احنا باش نلقاو له سبوتاج. انا فر سبوتاج سبوتاج غيري مني. برافو بيا بسيم الحمرا. برافو بيا برافو. يلا البرنامج الحدث الذي سيحطم كل المقاييس مع بسيم الحمراوي. بدل العجله مع بسيم الحمراوي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد من بدل العجله. العجله انت والعجله نتاعك. العجله نتاعك الديابتر بتاعها 60 بوس ولا فما زاد العجله الديابتر بتاعها 80 بوس اللي تبع شركه ويلد. فما العجله تاع تراكتور وفما العجله تاع تاكسيات فما العجله تاع كراب. اذا كنت تحب تبدل العجله امشي لاقرب ميكانيسيا باش يبدل لك العجله. واذا كان لقيت شي واحد باش ينفخ لك العجله دبر شكون ينفخ لك العجله خاطر فما برشا بس ما تنفخش عشان خاطر كل حد واحد بالعجله نتاعو. اذا كان انت ساعات انت كما انا بالبرنامج هذا تنجم تحط برنامج تبدا عجلك مفشوش تفرج برنامج هذا العجله بتاعك تنفخ. برافو بسيم. برافو بسيم. أمور جدية متواصلة. فاصل ثم نعود.